عندي معلومة أو لا من غير أسماء. في لاعب كان مهم جدا جدا وشارك في كأس العالم، لكن الراجل مش مبسوط منه خالص ومستغرب ان هو كان موجود مع الفرقة في كأس العالم، مميز جدا بيلعب في نادي شهير، لكن مش هيبقى من ضمن الاختيارات، وارد ولا لا؟ هي معلومة عندي، حضرتك عايز تجاوب عليها جاوب براحتك. مش هيجاوب عليها طبعا. لا يعني ما مش هقدر اقول لك ولا لا، لان انا ما اعرفش المعلومه وما اعرفش بتتكلم على مين يعني. سيد بقول فوازير يا كابتن هاني. ما انا عارف، انا عايز اعرف ليه. دي الدنيا منوره اهي، الدنيا منوره. ماشي. بص عايز اقول لك حاجه والله، بكل امانه الفتره اللي جايه ان شاء الله هيكون بصفحه جديده مع الناس كلها. احنا وراك يا كابتن هاني، بس احنا دورنا هنعمله دورنا هنعمله، بس ثق تماما ان بعد ما يجي الماتشات هتلاقي كل الاعلام ده حاجه تانية خالص. قلبي عندك قلبي عندك طبعا يعني. طبعا ربنا يوفقك باذن الله كابتن هاني. قايمه الجميع ده وضع طبيعي، وضع طبيعي بالتوفيق يا كابتن. لا معاك طبعا، وان شاء الرحمن باذن الله تحققوا كل حلم المصريين، سواء كان في الوصول لكاس الامم الافريقيه والحصول عليها باذن الله، وكمان كاس عالم ومردود طيب يبقى في كاس عالم باذن الله. شكرا كابتن هاني رمزي.